شيخنا جزاك الله خيرا. أول شيء في مسألة الإمام. نعم. يقولون أن قول أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان أنه قول وعمل واعتقاد، وأن تارك العمل بالكلية كافر. وأما يقولون أن قول مرجئة الفقهاء أن تارك العمل بالكلية لا يكفر بل هو فسق. وهل المرجئة عندها إيمان بالفسق؟ المرجئة تقول الإيمان كامل، سواء زاد أو نقص الإيمان كامل، لأن الإيمان عندهم عمل قلبي، فكيف أثبتنا الفسق للمرجئة؟ هذا أولا. الأمر الثاني، هل تستطيع أن تتخيل وفي الواقع المعاش إنسانا تحكم عليه أنه ترك العمل بالكلية؟ هل تستطيع أن تتصور هذه الصورة؟ هذه الصورة في الواقع الدنيوي صورة خيالية، لا يمكن. حتى الإنسان نفسه قد يفعل الخير وينساه. وعندي في ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا عن رجل يوم القيامة رب العالمين يسأله يقول هل لك عندنا من خير؟ قال لا يا رب، ليس عندي خير. فيقول رب العالمين بلى، ألم تكن تداين الناس فتصبر عليهم؟ قال بلى. قال فإني قد غفرت لك. الآن هذا الحديث فيه دليل على أن هذا الرجل لم يعمل من الخير إلا عملا واحدا، وهو أنه كان يصبر ويداي الناس ويصبر عليهم. هل هذا العمل واجب أم هو أمر مستحب؟ هل الذين يقولون بموضوع العمل وترك العمل يقبلون هذا الحديث ويثبتون أن الإنسان لا يكفر إذا ترك كل الأعمال ولم يعمل إلا عملا واحدا مستحبا؟ هل يقولون بذلك؟ هم لا يقولون بذلك. بل أنا أقول باختصار، وهذه المسألة كتبت فيها أكثر من 1500 صفحة، وأنت قد سألتها بخمس ثواني، كتبت فيها 1500 صفحة عبر 20 سنة، وتكلمت فيها بغير مبالغة 100 مرة وزيادة. ولما تكلمنا في مسائل الإيمان في دروس الإقناع تكلمنا في هذه المسألة 15 مجلسا متتاليا. وأقول مع ذلك هذه المسألة الذين فتحوها لم يفتحوها من أجلها، وإنما فتحوها من أجل مسألة ترك الصلاة. وإلا لو أنك قلت لهم عندنا إنسان يعمل الأعمال الخير كلها ولكنه لا يصلي، يقولون لك كافر. قل أنت تقولون ترك العمل، هذا يعمل معظم الأعمال مع الصلاة، يقولون لك كافر. لذلك تناقض بعضهم فقال يكفر إذا ترك الأعمال كلها وترك الصلاة، وهذا تناقض لا يعرف في تاريخ الإسلام. هو أراد من ذلك الالتفاف، لو أنه رد عليه في ترك العمل يقول الصلاة، والصلاة هي جزء من العمل، فهذا ناقض ومنقوض. نحن أخي الكريم هذه أمور كلها بعيدة عن العلم وبعيدة عن العدل وبعيدة عن الحق. نحن مع السلف الصالح كما قال الإمام أحمد، من قال إن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء، وفي لفظ فقد خرج من الإرجاء كله. هؤلاء لا يميزون بين الإرجاء والرجاء، ولا يميزون بين الأحكام الدنيوية والأحكام الأخروية، ويضربون عرض الحائط ب5 أو 6 أحاديث في حكم من لم يعمل خيرا قط باللفظ الصريح، الذي أؤكد أننا وإن جهلناه نحن فالله يعلمه، لأن هذا الحكم غيبي وليس حكما مشهودا. ولكن هؤلاء الذين كانوا يدافعون عني في هذه القضية في فترة من الزمان، الآن انقلبوا وجعلوا ما كانوا يدافعون به سببا ينتقدني، لا من أجل هذه المسألة، ولكن من أجل مسألة الجرح والتجريح التي نشبوا بها، وهم أبعد الناس عن بدهيات العلم الحق فيها.